الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم، وقد سبق شرحه في باب صلة الرحم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله باب العفو والإعراض عن الجاهلين، ذكر باب احتمال الأذى. والأحاديث والآيات التي ذكرت في هذا الباب قد تكلمنا عنها في دروس سابقة، ولكن المراد من هذا الباب أن من سلك سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسلك سبيل الأنبياء والمرسلين فلا بد أن يأتيه من الأذى، ويجب عليه أن يتحمل هذا الأذى في سبيل الله عز وجل، لأنه لا أحد يسير على طريق الحق إلا ولا بد أن يأتيه من الأذى، كما جاء لمن سار على الحق قبله من الأنبياء والمرسلين والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالإنسان لا يظن أنه إذا سلك سبل الخير أنها ستكون مفروشة له بالورود، بل لا بد أن يلقى في هذا السبيل من الأذى، ويلقى ما لقيه من كان قبله من المصلحين. وعلى قدر الإيمان وعلى قدر الإخلاص يكون البلاء والابتلاء، فالإنسان لا بد أن يوطن نفسه على ذلك. والله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد لمن يسلك هذا المسلك العظيم أن يتواصى بالحق بنشره وبيانه، وأن يتواصى بالصبر على ذلك، لأنه لا بد أن يقع له شيء من الأذى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وهذا الباب باب عظيم. بعد أن بيّن رحمه الله تعالى الإعراض عن الجاهلين والعفو والصفح عنهم، والإنسان يحتمل الأذى في سبيل الله، بيّن أن الغضب إذا انتهكت محارم الله أنه غضب محمود. وقد ساق الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي لا يتحرك قلبه عند انتهاك حرمات الله لا شك أن هذا يدل على مرض في قلبه. فإما أن يكون هذا القلب مريضا شديد المرض، أو يكون ميتا، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان لا بد أن يتحرك قلبه إذا انتهكت محارم الله، وإلا أين الإيمان الذي في القلب؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني الذي ما ينكر بقلبه دل على عدم إيمانه. فلذلك إذا انتهكت المحارم وانتهكت الشريعة فلا بد للإنسان أن يغضب لله سبحانه وتعالى. وهذا كان هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغضب لنفسه أبدا، كما جاء في حديث عائشة أنه ما انتقم لنفسه قط، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من كمال خلقه وحسن أدبه، صلوات ربي وسلامه عليه. لكن إذا انتهكت محارم الشرع فإنه يغضب لدين الله وينتصر لشرع الله، صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم،
ويثبت أقدامكم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في الآية الأخرى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر يدخل فيها الغضب لشرع الله عز وجل إذا انتهكت محارمه، فإن ذلك يدل على تعظيم القلب لدين الله عز وجل وتعظيمه لشرعه وتعظيمه لشعائره. قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالانتقام لدين الله والانتصار لدين الله يعتبر من نصرة دين الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه الآية، قال عمل بعملين، أو كما قال رحمه الله، قال إن تنصروا الله هذا واحد، ولكن الجزاء ماذا قال؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعلى واحد أعطانا الله عز وجل اثنين، ينصرنا ويثبت أقدامنا، والثالثة أيضا في الآية التي بعدها يذل عدونا، قال والكافرين فتعسا لهم. فالله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن نصر الله عز وجل ونصر دين الله، وهنا دليل على الإخلاص، إن تنصروا الله ما تكون نصرة للنفس ولا لحزب معين أو قومية معينة، وإنما نصرة لدين الله عز وجل. يكون الجهاد يكون جهاداً لله ولرفع راية لا إله إلا الله. فإن كان كذلك فهو موعود بهذين الأمرين، ينصركم الله ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وضل أعمالهم. هذه الثالثة، الأولى ينصرنا الله، الثانية يثبت أقدامنا، الثالثة يضل الكافرين ويجعلهم في خسارة وهوان، نسأل الله العافية والسلامة. قال وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو، مر علينا الحديث. قال وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، وهو غير ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه، قال وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وهذا الحديث فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطال الصلاة بالناس طالة شاقة، فغضب غضبا واشتدت موعظته في هذا المقام العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين، يعني ينفرون عن دين الله وينفرون عن الصلاة. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة، قال فأيكم أئمة الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. لأن الإمام إذا صلى بالناس فإنه يأخذ بأضعفهم، وهو الكبير والصغير والمحتاج. وذلك مقام الإمامة في الصلاة مقام عظيم، ليس بالأمر الهين، لأن الإمام في مسجده كالحاكم في دولته، يسوس الناس ويعاملهم بالأرفق في عبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مما يفهمه بعض الناس فهما مغلوطا، فإذا جاء ورأى الإمام يطبق السنة ويصلي كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن منكم منفرين، وقال له أفتان أنت يا معاذ. ولا شك أن هذا ضرب للأدلة وفهم سقيم لأدلة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تعرف كيف كان يصلي معاذ بالناس حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، تعرف السبب الذي أغلظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ. معاذ كيف كان يقرأ بهم؟ كان يقرأ بهم صلاة العشاء سورة البقرة كاملة، كان يقرأ سورة البقرة كاملة في صلاة العشاء. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. هل يستوي فعل معاذ
مع من يصلي بالناس صلاة العشاء صفحة وصفحتين، ذاك يصلي صلاة يقرأ سورة البقرة كاملة، وإمام يقرأ صفحتين يقال له كما قال النبي لمعاذ، هذا فهم سقيم. فإذن الإمام الذي يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له إنك منفر، لأنك إذا قلت له إنك منفر فأنت الآن تطعن في الرسالة، تطعن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة وأرفق الأمة بالأمة، وفي زمانه الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة، ومع ذلك كان يصلي الصلاة التي جاءتنا في صفة صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك إذا طبق الإمام السنة فإنه لا ينظر إلى رضا من رضي وغضب من غضب، فمن لم ترضه السنة ولم ترضه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرضاه الله. بل على الإنسان أن يشجع الإمام الذي يطبق السنة، بل عليه أن يحرص أن يصلي خلف الإمام الذي يطبق السنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا من أنفسنا. فلذلك كثير من الناس يعني يلبسون على الأئمة في المساجد ويكثرون الكلام عليهم، وأن هذا يطيل وأن هذا كذا وكذا، وفي الحقيقة عندما تأتي إلى الواقع ليس في صلاة هذا الإمام إطالة، بل إن الواقع أن أكثر الأئمة ونحن منهم والله لا نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو جئنا لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي صلاة الفجر؟ كان يقرأ بطوال المفصل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة كاملة في ركعة والركعة الثانية سورة أخرى. طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ، يعني قد يقرأ النبي في الركعة الأولى سورة قاف وفي الركعة الثانية سورة الرحمن. لو حسبناها بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المرتلة المتأنية صلوات ربي وسلامه عليه، قد تأخذ منه صلاة الفجر من 20 إلى 25 دقيقة بحسابنا الحالي. ونحن صلاتنا التي نصليها اليوم إما 8 دقائق أو 9 دقائق أو 10 دقائق بالكثير، وتجد كثير من الناس يكاد يشق ثوبه من الصياع على الأئمة. ما هذه صلاة يسيرة، ما بلغنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجدهم يعني يتذمرون. وفي الحقيقة والواقع أن التعب ليس في الأبدان، والله إن التعب ليس في الأبدان، إنما التعب هو في القلوب. فلو صلحت القلوب ما اشتكت من الوقوف بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فقد تجد كبير السن المتعب لا يشتكي، ولكن يشتكي هذا الشاب الذي يدور في كل مكان ويقف الساعات الطويلة وهو يحدث زميله وصاحبه، لكن إذا وقف في الصف في الصلاة جاءته جميع الأمراض وجاءته جميع الأعذار، ولا شك أن هذا كله من تلبيس الشيطان. فإذن مثل هذه الأحاديث لا بد أن تفهم على وجهها ولا تضرب بها السنة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي يا أيها الناس إن منكم منفرين، لأن صلاته كانت زائدة عن السنة، أطال الصلاة إطالة شاقة. وقال لمعاذ أفتان أنت معاذ، لأن معاذ كان يقرأ البقرة في صلاة العشاء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظ هذه الموعظة عندما انتهكت ماذا؟ انتهكت حرمة الشرع، وهنا الحرمة بأن هذا الإمام نفر الناس عن الصلاة بإطالته إطالة زائدة عن السنة. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.